هذا اللي عم خطط له، إنه نبعد عن الكل ونبقى أنا وإنت لحالنا وضمك. عفوا. رفيف، ايه رفيف؟ عمران بيك انت بالبيت؟ لا نحن برا. صاير شي معكم؟ عمران بيك انا لازم روح لعند اختي نزلي بسرعة. شو صاير؟ عرفت انه رح تعمل العملية وكتير مقهورة. بدك روح لحالي ولا بتجي بتاخدني؟ انت لا تطلعي من البيت، استني برجع بخبرك بعد شوي. بكرة بتروح على المستشفى، لازم تروح بنصاص الليالي؟ ما بعرف، يمكن صاير شي مهم. شو رح يكون صاير عمران؟ أكيد مشتاقة لأختها وبدها تروح تشوفها. بعدين لا تنسى إنه البنت في 100 دكتور فوق راسها، منتصل ومنطمن. كمان ما بصير تطلع وقت اللي بدها. ما بصير عمران، ما فيها تعمل شو ما بدها. أنا هلأ بتصل فيها وبحاكيها. عمران ما رح تنزعلنا هالسهرة، ما هيك؟ خلص اتصلي. اي عمران بيك. مرحبا رفيف. بكرة الصبح منروح ومنشوف اختك مع بعض. دي ما خانو، مستحيل مستحيل. انا هلأ لازم روح لعندها لانه هي محتاجتني كتير. رفيف مو لمصلحتك تطلعي بهالوقت، مالنا بالبيت. انا وعمران برا ما فينا نجي. طيب ماشي. شفت هاي مش الحال. يلا نحن خلينا نكمل رقصتنا. شبك انت منيحة؟ لازم روح لعند اختي لانها تعبانة كتير. طيب خلاص روقي، انا بوصلك لهنيك. يلا خدني لهنيك. شبك لا توقف. يلا ليتني اجيت. شي بخوف ابدا، رح يعملوا عملية صغيرة. لك اختي انا رح اعمل عملية قلب، كيف ما في شي بخوف؟ يعني يمكن موت. نازلي في مشكلة صغيرة بقلبك وهنن رح يعالجوا لك اياها يا عمري. اختي انا ما بدي اعمل العملية بنوم، انا منيحة. نازلي هاي العملية ضرورية كتير، لازم تعمليها ضروري. والا شو كملي؟ والا بموت ما هيك؟ لا نصلي، لا يا عمري، كل هالشي كرمال تقومي وتتحسني، كل شي كرمالك انتي. ليكي بدي منك توعديني هلأ ماشي؟ اسمعي انتي رح تروقي وتهدي، والمفروض تضلي قوية لأنه إذا انتي ما كنتي هادية العملية مستحيل تنجح، وأنا رح أضل جنبك وماسكة إيدك كمان، وبعدين منطلع من هون بدون ما نضطر نرجع لعندهم. رح نبلش بحياة جديدة وأمي كمان رح تكون جنبنا. اتفقنا حبيبتي؟ توعديني؟ طيب لا بقى تبكي اختي، خلص روقي روقي.